اي يا زول معانا انت؟ ها؟ معانا؟ ايوه معاك انت. في شنو يا سيد مالك؟ ها؟ مالك في شنو؟ وين انت؟ انا بره هنا في الشارع. بره في الشارع ده ما منزل. وانا مالي مال منزلك يا اخي؟ ما تجيب في الشارع؟ الشارع ده حق زول؟ لا انت تجيب يعني انت تطلع على المنزل؟ يا زول اطلع على منزلك من ايه يا زول؟ اصلا مش قاعد اغسل هنا الغسيل الاسبوعي؟ بظروفك يا سيد انا واقف في الشارع والله ما واقف في بيتك. يا سيد نفسك تسمح لك انت تطلع على المنازل الناس الثانيين الناس ما تعدي. يا زول تعدي شنو انت داير تصل لشنو يعني؟ درس انت ما المفروض تعيني بين انت ذاتك. الواحد يكون بيمشي في الشارع اكد رقبتي انه ما قاعد ينظر من بيوت الناس. يا زول انا ما قاعد انظر في بيتي يا زول انا واقف فيه واعتضي مالك؟ واقف؟ هاي انزل انت انزل تحت انزل تحت علي قاعد انزل. انزل وين يا زول؟ انت راكب شنو؟ ما راكب اي حاجه. ها؟ ما راكب حاجه دي طولي انا كده. انت طويل كده؟ هاي انا طويل كده عندك اعتراض؟ لا انت طويل كده تطلع على الهدوم كلها نظام الغسيل اي حاجه تعالي جوا الاسنان انزل؟ يا سيد انا الله خلقني طويل كده اعمل شنو يعني؟ والله نعم بالله والله نعم بالله. لكن انا اقول لك حاجه حقه تعرف انه كده ما صح وده ممكن يفتح فيك بلاغ عديل كده والله. لا يعني امشي كيف يعني؟ امشي كيف انا في الشارع؟ انا هسه واقف في الشارع ما واقف في بيتك ولا في حرم بيتك. انت هسه واقف جنب العمود يعني؟ واقف في الشارع الشارع الواحد ده. طيب انت كده مش عارف تعاين كده ليه يا اخ؟ ما عاينت يا زول انت كورك تلا يا اخ. زول غريب يا اخ. غريب منو؟ غريب انت ده. الله غريب الدنيا يا اخ والله.